السلام عليكم يا شباب، كيفكم؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا حسابي بالانستغرام موجود من 2013، فاغلب الاسئله خلال الفتره الماضيه جتني اسئله كثير على الانستغرام، فانا بحاول صدرها وجاوب على الاسئله على قناه اليوتيوب، بما انه القناه لسه جديده يعني. ابعتوا لي اسئلتكم على اليوتيوب او على الانستغرام، ما بتفرق. طيب، في سؤال اجاني، اسمحوا لي اقراه بس باختصار. طبعا السلام عليكم كابتن، طبعا هو بعث لي السؤال باللغه العاميه، انا راح احاول اقراه بالفصحى. مشكلتي تكمن في انني اعاني الام حاده في اعلى عضله البايسبس عند اداء تمرين الظهر، اوكي، مثل العقله والتجديف بالبار والسحب لاسفل بول داون، وهذه الالام تفوق تلك الآلام الحاصلة في عضلة الظهر المدربة. يعني لما عم يدرب الظهر عم يحس الألم بعضلة البايسبس، ما عم يحس أثر التمرين على عضلات الظهر، فهو عامل نوعا ما الألم مؤشر يعني على صحة التمرين. فهل هنالك نوع خاص من المسكات القبضات يتعين علي استعماله لتجنب الألم الحاصل في البايسبس؟ وما هي الأسباب التي يمكن أن تتسبب في هذه المشكلة؟ سؤال شوي طويل بس رح اختصر أنا قدر الإمكان مثل ما حكينا في فيديوهات سابقة. طيب، من أكثر المشاكل اللي موجودة برياضة كمال الأجسام حتى أحيانا عند المحترفين والمتقدمين، تدريب عضلات الظهر صعب، مش سهل أبدا. كثير أبطال محترفين على مستوى المحترفين على مدى السنوات الطويلة السابقة، عضلات الظهر كانت مشكلة لكثير من اللاعبين محترفين متقدمين بمستر أولمبيا. كثير لاعبين انحرم من لقب مستر أولمبيا بسبب عضلات الظهر، مثل ليلا برادا مثلا، مثل خلينا نقول حتى أنا بعتقد كيفن ليبرون كان مفروض لو ظهره أفضل كان يقدر يفوز باللقب. كثير أبطال فازوا باللقب بسبب انه يملك افضل عضلة ظهر، لي هاني، دوريان ياتس، روني كولمان، فيل هيث ايضا. يعني لو استعرضنا مستر اولمبيا، اغلب اللي فازوا بمستر اولمبيا كان عنده افضل عضلة ظهر على المسرح، ان كان لي هاني او دوريان او روني ايضا طبعا، وفيل هيث ايضا. كل هدول الابطال اللي بيميزوا عن باقي اللاعبين، ممكن يتقارن بكل اللاعبين كتف والبايسبس ترايسبس الظهر رجلين، الا عضلة الظهر الاميز راح يكون هو حكما راح يكون هو الفائز. فتدريب عضلات الظهر نوعا ما صعب، بده شطارة يعني بين قوسين. طيب، اول من اهم النقاط اللي بمرن فيها اللاعب عضلة الظهر او اي عضلة اخرى ايضا، انا لازم افهم كلاعب العضلة اللي بدي ادربها شو هي وظيفتها، يعني بالاساس شو بتعمل. يعني عضلة الظهر منطقيا هي عضلة تسحب الذراع اما من الامام للخلف او من الاعلى للاسفل، او احيانا حركة قوس، يعني في حركة للذراع ما بين السحب للاعلى والسحب للاسفل، فهي حركة عضلة الظهر. لازم افهم انا كيف تتحرك عضلات الظهر، شو هو المدى الحركي اللي لازم انا استعمل في عضلات الظهر اثناء التدريب. فانا اعتقد الاخ الكريم راح استعرض انا نوعا ما نقاط الخلل اللي عنده. مبدئيا المدى الحركي اللي عنده اكيد في خلل، اما انه قليل جدا، مدى الحركي قليل جدا، او معظم الجهد اللي عم يستعمله اللاعب عم يتسلط على عضلات الذراعين، يعني عم يسحب بذراعه ما عم يسحب بظهره. فرق كتير كبير ما بين انك تسحب الوزن بذراعك ما بين تسحبه بالظهر، يكون الذراع مجرد خطاف او مجرد تعليق تمسك فيه الوزن، لا اكثر ولا اقل. ايضا من النقاط المهمة اثناء تدريب عضلة الظهر انه حافظ قدر الامكان على الوضع السليم للعمود الفقري. انتبه جدا تماما لما تدرب الظهر للعمود الفقري، إصابة العمود الفقري جدا متعب، اسألوني أنا.
آخر شيء ممكن تتمنى إنه يصير في عندك إصابة بالعمود الفقري بانزلاق غضروفي أو غيره؟ طيب فيما يتعلق بالألم اللي حاصل بعضلة البايسبس عند اللاعب، ممكن يكون أكثر من سبب، ولكن أهم سبب أنا بعتقد، لأنه هو ما ذكر بشكل تفصيلي، ولكن أهم سبب ممكن يأثر على عضلة البايسبس أثناء تمرين الظهر، أن الوزن اللي عم يشيله اللاعب أكثر بكثير من اللازم، أكثر بكثير من الواجب أنه يستعمله أثناء تمرين عضلة الظهر. يعني كثير من اللاعبين بتلاقي ببالغ جدا بتدريب الظهر، بيستعمل جسمه كله حتى يسحب الوزن. هذا شيء غلط طبعا. عضلة البايسبس أكيد عضلة مشاركة بالتمرين بتدريب عضلات الظهر، فأكيد رح يصير عليها جهد عالي. فإذا مبدئيا الوزن، اللاعب عم يستعمل وزن عالي، ولازم يختصر على الأقل النصف. المدى الحركي اللي عم يستعمله لازم يكون قدر الإمكان كامل. لازم قدر الإمكان أنا أعمل نوعا ما عصر للعضلات أو سكويز، قدر الإمكان أنزل بالذراعي أكبر مسافة ممكن للأسفل أو للخلف. يعني ممكن سنتيمترات قليلة تفرق معاك كتير، فانتبه للمجال الحركي قدر الإمكان. اختصر بالأوزان مبدئيا وتزيد شوي شوي، يعني الأوزان بترجع، بس أنه الأداء السليم أهم بكتير من الوزن. أيضا ممكن أنا أنصح اللاعب أنه ينوع بالمسافة ما بين الذراعين، خلينا نقول. فغالبا أنت لو عم تستعمل فرضا تمرين السحب الأمامي للأسفل، كل ما كانت إيدي أقرب كل ما كان التدريب راح يتسلط على البايسبس، ما راح يشتغل للظهر، لأن أنا ما راح أنزل كتير بالمرفق أو بالكوع، ولا راح أقدر أرجع لوراء إلا إذا كانت مسافة بين الذراعين تقريبا بعرض الكتف. فإذا كانت المسافة عندك قليلة لازم تزيد. إذا كان تدريب الأمامي مثلا بالعقلة أو بالفي بار عم يسبب لك الألم، حاول أنه ما تستعمل هذا التمرين اللي عم يسبب الألم. ممكن يكون الألم الحاصل بالبايسبس بالتهاب بوتر البايسبس، ممكن الكتف نفسه ملتهب يأثر على البايسبس تحسسك بالألم، فممكن يكون أحد الأسباب أيضا. طيب ممكن أيضا اللاعب يستعمل السترابس اللي هي الأربطة، راح تساعدك كتير السترابس انه يخفف نوعا ما الضغط على البايسبس. طريقة مسكة البار بتفرق كتير ما بين انك تمسك فرضا هذا البابل، ما بين انك تمسكه بشكل مثل ما انا هيك ماسك، ما بين انك تمسكه مجرد خطاف. يعني تمسك هذا بيعمل عزل زائد شوي عن السابق بالبايسبس، يعني تعزل البايسبس نوعا ما اكتر من مسكة البار بهذا الشكل. فهي ايضا نقطة مهمة. حاول قدر الامكان تربط ما بين عضلة الظهر والمخ او بالذهن. حاول تركز كل تركيزك على عضلة الظهر. عضلة الظهر صعوبتها بالتمرين لانك ما انك شايف العضلة قدامك. البايسبس تقدر تتمرن، الصدر تقدر تتمرن، تطلع على صدرك، ذراعك، رجليك، ما عدا الظهر، حتى العضلة الخلفية رجلين. لذلك بتلاقي صعوبة كتير بالتدريب لانك ما انك شايف العضلة، فممكن تفقد التركيز اثناء التمرين، فلازم تنتبه لهالموضوع. طيب من اهم الاسباب اللي ممكن انا هلا خطر على بالي، طبعا ممكن تاثر بالالم بايسبس لما بلعب الظهر، انك اليوم السابق للتدريب الظهر عم تلعب بايسبس، يعني تلعب صدر بايسبس، ثاني يوم تجي تلعب ظهر وترايسبس. طب البايسبس ما اخذت راحتها لسه، ما صار في استشفاء، ما صار في ريكفري 24 ساعة، مدة قليلة. فلا تلعب البايسبس وتاني يوم تلعب الظهر، أو لا تلعب البايسبس ممكن بنفس اليوم عم تلعب الظهر بعد البايسبس، وهذا غلط كتير كبير. فإذا مبدئيا لا تلعبهم بنفس اليوم، تكون بايسبس قبل الظهر، ولا تلعب البايسبس اليوم اللي قبل تدريب عضلات الظهر. أعطي نفسك على الأقل 48 ساعة لحتى تصير في استشفاء في عضلة البايسبس، لحتى ما يصير في عندك الألم اللي عم تحصل عليه. درب الظهر مرتين بالأسبوع فقط، كل مرة من المرات غير التمارين،
يعني تمارين يوم السبت فرضا للظهر غير تمارين يوم خلينا نقول يوم الاربعاء، راح تتمرن الظهر مره ثانيه، تمارين سبت غير تمارين اربعاء. وحاول قدر الامكان لو تجنبنا مثل ما حكينا انه ما تلعب البايسبس اليوم اللي قبله، تختصر الاوزان، اي تمرين بيسبب لك الم حاول تتجنبه قدر الامكان. اذا ما انحلت مشكلتك بكل اللي حكيناه خلال استعراضنا لسؤالك اخي الكريم، انا بنصحك تراجع طبيب، احتمال يكون في عندك تمزق خفيف بالبايسبس، احتمال يكون في عندك التهاب. إذا ما حلت المشكلة خلال مثل ما حكينا النصائح اللي حكيناها، أنا بنصحك مباشرة تراجع طبيب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.